كنا مجموعة كبيرة من البلد. والله أيام الحرب دي كانت أيام حلوة. أولا كنا حاسين إن لنا حقوق وعايزين نستردها تاني، وما كناش بنفكر في أي حاجة، لا أم ولا أب ولا أهل، غير إن إحنا نسترد حقوقنا. وحطمنا خط بالريف ده، أنا بنفسي دخلت وشفته. الفضل يرجع لله والسادات في اللي حصل ده، لأن اللي حصل ده كان إعجاز. كنا بنسمع قولة الله أكبر، ده ما تعرفيش حكاية العساكر اللي بتقول، ولا فيه ناس من السماء بتقول الله أكبر. الله أكبر دي كانت في ودننا زي من هنا، وقول طنطا معانا ملائكة بتحارب. يوم 6 أكتوبر عبرنا من عند كوبري الفردان، وبدأنا الساعة 2، وعلى ما وصلنا كوبري الفردان كان حوالي الساعة 12 بالليل. عدينا، صبح علينا يوم 7، دخلنا في حوالي 2 كيلو في أرض سينا، وبعد كده وصلنا التقدم لغاية آخر النهار. يوم ده الكلام ده يوم 7، يوم 8 كان فيه معركة الدبابات الكبرى. المعركة دي دخلنا فيها والحمد لله انتصرنا. كنا يد واحدة من قائد لعسكري، ما فيش رتبة، احنا كلنا اخوات في الجيش. انا كان جاي لي شظية اهي، ضربوا قنبلة فالشظية طلعت تقبت ونزلت هنا، انا ما همنيش، جبت تراب وعملت ايه. فالواد بيعدي بيقول لي فيك ايه، قلت له مفيش حاجه، قال امال انا البيه، قلت له ده شويه رمل، قال بتاع هي تاخدها تيتانوس تديها لنفسك عشان ما تعملكش. كنا قلب واحد. انا اصبت بقى يوم 8 بالليل اصابه على اثرها، يعني جات لي شظيه على اثرها، رجعت ورا ونقلوني لمستشفى القصاصين علشان اتعالج. طبعا كانت فرحة، أنا يمكن حبوا يدونا كل واحد 24 ساعة عشان نطمن أهالينا. احنا ركبنا القطر من السويس، القطر الأناء جاي عليه ورد وحاجة يعني ما حصلتش، والأهالي من فرحتهم وقفوا القطر في عين شمس، والبلكونات كلها زغاريت وفرحة فرحة ما حصلت. وجينا دخلنا رمسيس، كان السواقين بجد يعني واقفين بيركبوا العسكر ببلاش، اللي رايح المنصورة، اللي رايح المنوفية، اللي رايح أي حتة ببلاش. كان حاجة جميلة وإحنا نازلين بقى، واللي ينزل يبلغ اللي من البلد إنه موجود وهيجي بعد يوم بعد 2. جابوني ليا اخ الحاج سيد احمد، كان من جنب، كان مقابلني لما قالوا ده اخوك جاي في جه، وعلى الاسفلت جابوا طبله وجم خدوني. بص خدوني عملوا لي زفه وجابوني لغايه ما بصي لغايه ما جيت البيت. احنا عملنا مولد كلنا مع بعضين، الفرح يعني كانت جامده، وكنا مبسوطين ساعتها. طبعا كان معانا بقى ناس من السويس بقى بيغنوا السمسميه، على السمسميه كده وعلى الحرب يعني وبتاع والسلام. كانت اسعد ايام بالنسبه لنا. احنا قعدنا 7 سنين في الجيش، 7 سنين من 67 لغايه 74.